أبو العينين رحلنا عام شغناز في أشائب من الناس وخرقة من الغلمان وكبكبة من الرجالة وموكب من الخيالة ولمة من النسوان وكوكب من الغلمان وثلة من الضأن وصرمة من الجمال وعانة من الحمير والبغال إلى ربوة ذات قرار لأحد المؤمنين الأخيار المعرضين عن اللغو الحاذقين بفقه له وكنا عشرة مع عشرة على عشرة أمام عشرة وأما ذوات الخال فمن خلف الرجال وبينهما حجاب وعلى الحجاب وطاب وفي القوم أبو الحسن الحشكضي فاستأذن للحديث فأذن له بالتحديث فقال يا صفوة الصفاء وزمرة الصدق والوفاء ما رأيكم دام فضلكم أنحيي ليلتنا السامرة وجلستنا العامرة بلطائف المعارف وفوائد العوارف فللعلم حلاوة تذهب الهموم وتطرد اللهفة والوجوم قالوا أحسنت يا أبا الحسن ودونك الخيل والرسن فجل في ميدان العلوم كما تريد وقل القول السديد قال أوحت إلي عشرياتنا أن أطارحكم هاهنا عشريات أخرى فيها تبصيرة وذكرى ما المقولات العشر والمقالات العشر والليالي العشر والأيام العشر وما المعلقات العشر وما الوصايا العشر وما النواقض العشرة وما العقول العشرة وما آية الحقوق العشرة وما الحنائيات العشرة ومن هم العشرة محدثو البصرة ومن القراء العشرة قالوا ما أحسن هذه الأسئلة الشائقة والنوادر الفائقة الكاشفة عن أوابد طالقة سألناك بالحق إلا ما رفعت حجابها وكشفت نقابها وهتكت ستارها وطوعت نعارها فأنت خريتنا وابن خريتنا وغزالينا وابن سكيتنا فاطرح المسورة والحسبانة وحمد المولى سبحانه وقال عشر الليالي عشرة المحرم أو رمضان ثم قول المعظم العشر للأضحى وهي الأيام صح بها الحديث يا كرام أما المقولات فهاك نظمها لناظم قبل أبان رسمها زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى فهذه عشر مقولات سوى وهي المقالات وعشرة العقول هي الملائك وفي التفصيل طول وعنتر زهير وابن حجري طرفة النبيد هم مع عمري وحارث والنابغي والفحلي ميمون أصحاب القصيد الفحلي هذا جواب الشطر أما الباقي جوابه نثر بإذن الباقي قالوا إيه يا كنيف العلوم ودواء الكلام من الكلوم قال أما الوصايا التي للأنام ففي سورة الأنعام والقراء هم نافع وابن كثير وابن عمرو الأثير وأبو عامر قارئ الشام وعاصم الإمام والكسائي وحمزة بن الحبيب وأبو جعفر النسيب ويعقوب الشاكر وخلف العاشر وأما آية الحقوق العشرة في النساء منشرة والحنائيات أجزاء انتقاها بعض الأعزاء
وأما القراء العشرة فهم محدثو البصرة، وهم خالد ابن الحارث ومعتمر وعبد الوارث وإسماعيل بن علية إلى آخر البقية. وهذا الطعام يقرب والمآكل تسرب في قصاع وزفان وصحاف وقربان وبها الكوشان، طعام أهل عمان ومعها الحريرة وصحن الخزيرة والثرب والثريد والمزورة والقديد، هذا للنحيل وذاك للوزن الثقيل، وبها من الأخباز الجعاجر والعلج الساجر والفرازد والطهف والفرازد والطهف والفرازد والطهف إلى آخر البقية، وآخر من شكله كالكف، وبين ذلك قداح رحراحة فيها قطائف فواحة، زلابية وسعابيب وشهد ذو نخاريب، فاقتموا ما في تلك القدور فملأوا بطونهم إلى الصدور، وقيل لهم أنزيدكم إليه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه. فدعا الحشكضي فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فصاح عجل وزغ. من أخرج هذا الخبر؟ قالوا مسلم من حديث المقداد. ودمتم في سعد وإسعاد إلى يوم المعاد.